استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصافري أمس سعادة السير آلان دانكن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكيتين وسعادة السير جيفري تانتوم، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهما للمملكة. وقد رحب العاهل المفدى بالسير آلان دانكن والسير جيفري تانتوم، وأشاد بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة تمتد لأكثر من 200 عام من التنسيق والتعاون المثمر في شتى المجالات. وأكد جلالته حرص المملكة المستمر على توطيد وترسيخ علاقاتها العريقة مع المملكة المتحدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين. كما أثنى جلالة الملك على الدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة الصديقة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام على المستوى الدولي. هذا وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة للجهود المتميزة لسعادة السير جيفري تانتوم في تعزيز العلاقات التاريخية بين العائلتين الملكتين وأسهامته الكبيرة في تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجانبين، تفضل جلالته حفظه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. وقد أقام صاحب الجلالة مأدبة عشاء تكريما لسعادة السير آلان دانكن وسعادة السير جيفري تانتوم. King Hamad bin Isa Al Khalifa for the outstanding efforts of Sir Jeffrey Tantum to promote the historic relations between the two royal families and the two friendly countries, and his great contribution to strengthening relations of friendship and cooperation between the Kingdom of Bahrain and the United Kingdom, His Majesty the King will bestow upon him the Order of Bahrain of the First Class. وقد ألقى سعادة السير جيفري تانتوم كلمة بهذه المناسبة. As I just said, I mean, I'm very privileged indeed and most grateful to you to receive this magnificent honor. Perhaps the feature that stands out is the relationship that you, sir, have with Her Majesty the Queen, between the two heads of state. It's clear to any observer that that is a relationship quite different from others, and there is to it a warmth and genuine affection which I don't think applies to many of her international relationships. For my part, CD, the last 23 years have brought countless wonderful experiences, a deep love of Bahrain and the Bahrainis, and underpinning all those, a friendship with you, sir, that I will always cherish. Just as I will cherish this marvelous symbol that you have given me of that friendship. Wa shukran. Thank you very much. Thank you.